حضراتكم من جديد في مساء القاهرة، وعودة الإعلامي طارق عبد الجابر بعد غياب 3 سنوات ظل خارج مصر يعمل في قنوات تابعة لجماعة الإخوان إلى أن أعلن رغبته في العودة، واستجابت له الدولة ووصل إلى مصر دون أي ملاحقة قانونية. عودة الإعلامي طارق عبد الجابر فتحت الباب لإعلاميين آخرين ذهبوا إلى معسكر الجماعة الإرهابية في قطر وتركيا. والسؤال الآن، هل تقبل الدولة توبة هؤلاء الإعلاميين الذين ظلوا يهاجمون مصر ويحرضون على العنف وإسالة الدماء؟ هل ممكن توافق الدولة على استقبالهم وعدم ملاحقتهم قانونيا مثلما حدث مع الإعلامي طارق عبد الجابر؟ النهاردة في مساء القاهرة بنفتح ملف الإعلاميين المصريين في قنوات الإخوان، هل تقبل توبتهم ويرجعوا مرة تانية مصر من غير أي ملاحقة قانونية إذا ما أعلنوا تخليهم عن الجماعة الإرهابية، ولا هنعتبر طلبهم ده قفز من مركب غارقة؟ خليني أناقش هذا الموضوع مع ضيوفي الكرام اللي منوروني في استوديو مساء القاهرة. الإعلامي طارق عبد الجابر، أهلا بيك، منورنا في مساء القاهرة. أهلا بيك. أيضا الكاتب الأستاذ عادل نعمان، أهلا بحضرتك، منورنا في مساء القاهرة. الكاتبة الصحفية الأستاذة نور الهدى زكي، أهلا بحضرتك، منورانا. وأيضا اللواء محمد زكي، مساعد وزير الداخلية الأسبق، أهلا بحضرتك، منورنا في مساء القاهرة. وخلينا نبدأ النقاش بالأستاذ طارق عبد الجابر. أنا عارفة أن أنا يعني كان لنا مكالمة هاتفية في البرنامج واستفدنا بالحديث حوالين موضوع عودتك، بس خلينا يعني سريعا كده نسألك، لماذا قررت العودة إلى مصر بعد 3 سنوات؟ طيب خليني أبدأ إنجي قبل ما نبدأ كلامنا وأجي الإجابة، وممكن أيضا أستطيع أقول الهجوم اللي أنا ممكن أتلقاه من زملائي الأعزاء ضيوفنا الكرام. خليني أبدأ في 3 نقاط بس بداية لازم أقولهم. أكيد، اتفضل. البداية الأولانية اللي أنا بوجه الشكر لقائد مصر ورئيس مصر السيد عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، اللي أنا بشكره جدا شكرا كبير جدا على ان هو استجاب للطلب اللي انا قدمته عبر محامية الاستاذ طارق العوضي، وطلبت فيه العودة والسماح لي بالعودة الى مصر. والحقيقة كان مجرد لما وصل الطلب الى مكتبه وتم تحويله الى السيد الرئيس اشر وقال يعود بامان الى مصر، ومصر مفتوحة لابنائها العائدين الراغبين الذين لم يعني ينضموا الى جماعات ارهابية، لم يكونوا لهم ايد او تحريض على قواتنا المسلحة او شرطتنا او قضائنا او تخريب الاقتصاد. فهي لما تبحث هذا الملف بتاع طارق عبد الجابر في مع الاجهزة الامنية، فوجدوا ان طارق عبد الجابر الحمد لله اخطأ في كلام قاله وكده، لكن لم يحرض ولم ولم ولم، وايضا ما عليهوش الحمد لله اي احكام، فصدر على طول الفور واعطى الرئيس عبد الفتاح السيسي قائد مصر قال يتفضل يرجع، وكان كلام حاسم وبات يرجع دي. فلازم ان انا اقدم له الشكر مع الاجهزه الامنيه كلها اللي هي من مخابرات امن وطني، مخابرات حربيه، كل ده اللي استطيع ان انا اقول ده اول حاجه. تاني رساله، انا بقدم اعتذاري للشعب المصري الكريم، الشعب المصري المسامح، اللي هو يعني اذا ممكن تكون صدرت مني، ومش هقول ما صدرت مني كلام قد ازعج العديد من اغلبية ساحقة من كانت تؤيد ثورة 25 يناير وثورة 30 يونيو، قد اغضبتهم كلام مني، فانا بتقدم ليهم باعتذار شديد، وهذا الاعتذار ارجو ان هم يقبلوه، ولاني ربنا سبحانه وتعالى بيقبل التوبة. الرسول عليه الصلاة والسلام قال من دخل بيت ابي سفيان فهو امن، ايضا سيدنا عمر بن الخطاب وخالد بن الوليد وكل هؤلاء الذين كانوا ضد الاسلام قبل يدخلوا الاسلام، فقال الرسول لم يحاسبهم على ما قبل، وانما بدأ معهم ودخلوا الاسلام
كانوا مناصرين للإسلام. فأنا أعتقد أني أنا أستطيع أقول من دخل في عهد الرئيس السيسي إلى مصر فهو آمن ولم يضار بأي شيء. وأنا أعتقد أني موافقة الرئيس ودخولي والأجهزة الأمنية بدخول ما تمنع أي مزايدات. آخر حاجة تالت عشان أجيب على السؤال بتاع حضرتك وده مهم جدا، لابد أن أنا زي ما شكرت سيادة الرئيس وشكرت فيه، لازم في ناس تانية ساعدت على ما أن طارق عبد الجابر يجي هنا، من على ضمنهم الأستاذ المحامي الأستاذ طارق العوضي اللي هو ما خدش برضو عشان أقول حقيقة لم يطالب مني أي فلوس ولم يطالب مني أي شيء ولم في أي حاجة، واللي اتهمون هو طارق عبد الجابر جايب خزائن دولارات والكلام ده كلام الفاضي. أيضا أشكر الأستاذ نجاد البرعي اللي هو ايضا واقف معايا ايضا، وده شيء لازم ان انا اقوله. اشكر الاستاذ خالد البلشي والاستاذ عمرو بدر والاستاذ عادل صبري والاستاذ جمال سلطان والاستاذ محمود المملوك. ايضا اشكر الاستاذ محمد المندراوي والاستاذ سامي عبد الراضي واسلام النحراوي ومحمد اسماعيل واحمد عرفه وربيع السعداني ومحمد انديل وعمر حسنين ومحمد العالم ومحمود استاذ محمود الواقع وبشير حسن استاذ بشير حسن استاذ محمد العشري. واشكر ايضا الاستاذ محمود الواقع واشكر استاذ انجي ايضا اللي كانت ليها فيها، والاستاذ احمد الفنان احمد ابو السعود، الفنانه الاستاذه اجوى صبري، والاستاذ رسمي الشيخه حصه من الكويت. واشكرهم حقيقي لان دوم لازم ان انا اشكر الناس دي لان وقفت معايا، ورغم ان انا يعني كنت وهم مؤمنين بثوره 30 يونيو اللي هي اطاحت بحكم جماعه الاخوان، ولاغم من ذلك امنوا بقضيه ان حق طارق عبد الجابر ان يرجع بعيدا عن المرض وبعيدا عن اي شيء، الكلام ده كله لازم يرجع الى مصر. طب فانا رجعت ليه يا طارق؟ رجعت ليه؟ شوفي مصر بحلوها بمرها بمشها لازم ان احنا نحبها ولازم ان احنا نرجع لها. قد نختلف في السياسات، قد نختلف فيه، لكن ما نختلفش على مصر. مصر ما نختلفش عليها بدليل ان احنا كلنا بنعتبر مصر دي امنا وقطعه ارض لينا كلنا، ما نقدرش ان احنا نبعد عنها اطلاقا. بس يا طارق خليني اتحدث بلسان ممكن حد بيتفرج علينا ويفكر يقول ما هو رجع بعد ما عمل شويه فلوس حلوه، ما هو رجع بعد ما المركب غرقت، قبل ما المركب تغرق بينط من المركب. ماشي، حلو الكلام ده. الفلوس، نتكلم بقى على نقطه الفلوس. اتفضل. لان دي مهمه جدا نقطه الفلوس، لان تفتكر ان انا كنت باخد في قناه الشر اللي قد كده؟ لا، احنا بالعكس. اللي حصل ان قناه الشر قبل ما اللي كان بيقودها في ذلك الوقت برضه عشان دكتور باسم خفاجي، كان لما جه كان انا اشتغلت فيها حوالي 6 اشهر، لم اقبض مرتب كامل الا شهرين فقط، وباقي الشهور ما قبضتهاش الا نص مرتب، لان تمت مساومتنا. اللي عاوز ياخد مستحقاته لابد ان يتنازل عن النص المستحقات بتاعته، اضافه الى ان اذا كان واخد سلف فتخصم من المستحق اللي هو هياخده. فانا لو اقول لك انا خرجت من قناه الشر ب 2000 دولار نحسبهم 2000 دولار قبل ما الدولار يبقى ب 11 نحسبهم. فاحنا ما حدش يقول لي المال، بالعكس احنا في مصر حد بيتفرج علينا دلوقتي ممكن يقول اصله اختلف عليهم معاهم ماديا. لا اختلفوا ماديا شبحهم اختلف. بصي هقول لك على حاجه، قناه الشرق لم تكن تقول على جنودنا اللي بيموتوا شهداء، وده ما ينفعش اللي احنا نقولش على جنودنا ان هم شهداء، سواء شرطه او جيش او 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 دول شهداء، لان العسكري ده بيحمينا الى في. فده كان في اختلافات في بعض من الامور، وانا اختلفت معاهم في بعض من الافكار اللي كانت بتقال، لان ما ينفعش ان احنا هنسيب البلد تقع. ما ينفعش احنا نختلف مع نظام في سياسات، لكن ما نختلفش على مصر. ده نقطة ومن اول السطر. فانا بتكلم عشان ما حدش يقعد يزايد عليا ويقول كلام فيه. لا انا ما انكرش ان انا اتكلمت وقلت انقلاب عسكري وقلت مش عارف وزي فيه، لكن ما حرضتش على قتل جنودنا أو لان كانت في الفتره دي كان في غشاوه على عناية، كانت في فتره كان في تشويش، كان في فتره اللي احنا كانت في فتره خطيره جدا اللي فيه، وكان بيضحك علينا زي ما بيضحك على ناس دلوقتي، زي ما بتضحك على ناس دلوقتي كتيره جدا. احنا لازم في ناس يعني بتضحك عليها دلوقتي الى الان، في ناس بتضحك عليها بالكلام. يعني احنا النهارده لما بنشوف مثلا كل يوم جمهوريه الفيسبوك دي بصراحه يعني ودتنا في داهيه. انا بعترف انا جمهوريه الفيسبوك، وهضرب لك مثال، وانا اتمنى وبناشد دلوقتي انا اذا سرقت صفحتي
من حوالي فتره قبل ما ارجع، احد الاشخاص سرقها وبقى يكتب كلام للاسف زفت وكلام كتير جدا كبير جدا. وانا بناشد يعني يا ريت ان احد مسؤولين من شرطه الانترنت يخش يقول لنا كيف نحمينا. يعني بينشر كلام غير سليم وبيكتب كلام غير سليم واتسرقت صفحتي، طب اعمل ايه؟ اعمل ايه لما في الكلام ده وانا قاعد في مصر امن؟ فاتمنى ان حد من شرطه الانترنت يخش علينا دلوقتي ويقول لنا كيف نحمي صفحتنا او نحمي فيه، نحمي لان كلام يسيء الي ويسيء لعيلتي وكل ده. أنا ده في حرب، في حرب من ناس من اللي بره رافضني، رافضين ان انا ارجع بلدي، ارجع بلدي. فبدت مين الناس دي يا ترى؟ جماعات ارهابيه سميها، جماعات فيها سميها زي ما تسميها، واخد بال يعني قصدك الاخوان؟ شوفي اخوان غير اخوان كله، واخد بال حضرتك، كارهين عوده طارق عبد الجابر، كارهين عوده طارق عبد الجابر. فطارق عبد الجابر لما رجع، هو رجع فين؟ في اسرائيل؟ انا رجعت مصر. انا عاوز اقول لك على حاجه، كميه الشتيمه اللي انا شتمتها بامي وابويا وكله ده، واخد بال كل ده الشتيمه ما شتمهاش بنيامين نتنياهو، ما شتمهاش. إيه ده حرامي، ده لص، ده شاذ جنسيا، ده ون ون ون، كلام اتقال ما يتقالش. وللاسف الشديد انضم اليهم بعض من الناس هنا في مصر الكارهين ورافضين عوده طارق عبد الجابر. هو طارق عبد الجابر رجع فين؟ انا راجع بلدي، رجعت بقرار من رئيس الجمهوريه اللي هو قال يرجع بلده، ومش طارق عبد الجابر بس، اي واحد عاوز يقدم اعتذار لبلده ويعتذر لمصر وشعب مصر وقائد بالضبط. مصر لازم ان هو ومعلوش احكام، حتى لو عليه احكام تمام. من فضل يرجع والقضاء هيقول ايه كلمته تمام. ده اللي خليني اروح للاستاذه نور الهدى. يعني طارق عبد الجابر اخطا واعتذر ولم يتمادى في الخطا وعاد الى بلده، هل هذا الاعتذار مقبول ام غير مقبول؟ يعني انا بتصور ان الاعتذار ده بيمثل نقطه تحول كبيره قوي في اتجاهين. الاتجاه الاولاني اتجاه الاعلامي طارق عبد الجابر واللي زيه، والاتجاه الثاني اتجاه الدولة وكيفية احتواء النظام الحاكم في الدولة لمخالفيه ومعارضيه إذا بدرت منهم بوادر أو أمارات أو علامات للرجوع عما كانوا سائرين فيه. فبالنسبة لطارق واللي زيه حصل تحول، حصل وعي مختلف، حصل تطوير في وعيه، الواقع والتجربة اختلفت. حتى شوفي هوصل معاكي لإيه، حتى لو بينطوا من المركب الغرقانة أنا بقبل ده، حتى لو هو شاف المركب بتغرق وبقبل ده، حتى لو هو بيرتب أموره مع المنتصر أنا بقبل ده، حتى لو هو خايف من اللي جاي أنا بقبل ده، حتى لو هو عنده قناعات عقلية ومنطقية انه كان ماشي في السكة الغلط، يبقى اهلا وسهلا. ده من ناحية الاعلاميين اللي زي طارق واللي زي طارق اللي موجودين برا ومتشردين ومتنطورين في انحاء العالم، في تركيا وقطر بالدرجة الاولى وفي لندن وبياخدوا فلوس، لكن في الاخر هو حاسس ان يعني انه انسان مخلوع من جذوره، انسان بياكل ويشرب ويتفسح، لكن انسان فائد الشخصيه وفائد الهويه وفائد المنطق وبيشتغل عشان ياخد فلوس. مش بيشتغل عشان اي حاجه تانيه. مش ده كان قراره؟ نعم. مش ده كان قراره؟ كان قراره لكن ما هو في زيه كتير هنا. هي الانتهازيه هي اللي بتحكم الموقف. الانتهازيه وعدم الوعي. عدم الوعي بان اللي فات وان احنا كنا معرضين لاختطاف هذه الدوله والاتجاه بيها الى دولة من دول العصور الوسطى استمرت سنة وتلحقنا فيها بعد السنة، ده كان ما كانوش واعيين لده، او اتجاه لانه بيقدم نفسه للي يدفع، ما هي ملهاش غير حل تاني. فاللي قدم نفسه للي يدفع وفاق في لحظة وراجع انا بقول له اهلا وسهلا. هو بيقول ما دفعوش. انا لا، ده بصرف النظر عن طارق. انا بتكلم عن ناس تانية كتير يعني. تمام. انا شخصيا اتعرض علي $1000 في اليوم لمدة 45 يوم. وقلت لهم هتخلوني اقول اللي انا عايزاه؟ قالوا لي تعالي بين قوسين ان شاء الله تسيب بالنا التين. قلت له لسه في مصر ناس لا بتتباع ولا بتتشري. ده في قناة اخوانية؟ الجزيرة. في الجزيرة. وبعدين قناة الشرق اتصلوا، واللي اتصل من مصر
كضيفه يعني يتم استضافتك يوميا لمده 45 يوم في اليوم ب 1000 دولار واكتشفت ان ال 1000 دولار دي قليله كمان يعني اللي سمعته بعد كده اعلى كمان فبقول لي ولد اللي اتصل بيه بقول له يا فلان انت مش عارف ان دول اخوان قال لي هاتي لي شغل وانا اشتغل هاتي لي شغل في مصر وانا اشتغل فسواء بمنطق الانتهازية الفلوس او ان هو فاهم غلط في الحالتين اللي راجع اهلا وسهلا بيه تمام والتوجه من الدوله الدوله القادره الدوله القويه الدوله التي تستطيع ان تحتوي معارضيها معارضيها في الخارج ومعارضيها في الداخل تمام اروح لسيادة اللواء سيادة اللواء اكرر عليك نفس سؤالي لاستاذه نور الهدى طارق عبد الجابر اخطا واعتذر ولم يتمادى في الاعتذار وعاد الى مصر ولم يتمادى في الخطا وعاد الى مصر هل هذا الاعتذار مقبول بسم الله الرحمن الرحيم اسمحي لي اجاوب بطريقه ثانيه اتفضل اسمحي لي اقول لك انا اصلا سمعت من كلام الاستاذ طارق والاستاذه نور كلمتين ثلاثه انا شخصيا احب اعلق عليهم اول كلمه هي سيل الشكر اللي تقدم به الاستاذ طارق وهذا السيل بدا بشكر اجهزه الامن اللي هي الامن القومي وامن الوطني والمخابرات الحربيه وانا بقول له لا ان ادوار اجهزه الامن زي الاعلام بالظبط فالامن والاعلام يدوران في فلك استراتيجي واحد وهو حس الجماهير ومن هنا دور الامن يشبه كثيرا دور الاعلام ان هو مرايه لا تكذب ولا تتجمل ولذلك انا بقول له لا يا استاذ طارق ان هم قاموا بواجبهم فانهم ادلوا بالمعلومات الموجوده لديهم والتي لا تتضمن اي اختراق من وجهه نظر الامن المصري للقانون لان هنا في قانون وفي دوله عميقه الجذور فعلا وحمتها هذه الجذور من اي انجرافات اللي تفضلت الاستاذه نور وقالت عليها فلازم نبقى عارفين ان الشكر لا يقدم على واجب وهما يدرون تماما ايه اللي بيحصل وازاي العمليه بتخضع للتقييم وبتخضع لعده مراحل قبل ان يصدر بها العرض على متخذ القرار السياسي الذي يتخذ القرار حسب من الناحيه الامنيه والاستراتيجيه هل حضرتك كخبير امني أنا مش بتقبل الاعتذار يعني حضرتك يعني كنت مساعد سابق لوزير الداخليه شوفي مبدا الاعتذار ده مبدا ممارسه حضاريه اني انا شعرت بانني انجرفت عن جادة معينة وهي جادة الصواب فبأقدم مبدئيا اعتذاري وتقديري واحترامي لمن سمح لي بالعودة وممارسة مهمتي كمواطن مصري في إطار مواطنتي وشرعية وجودي في بلدي دي تمام. نقطة كويس دي النقطة الثانية أنا بقول لك أنا نفسي بقى أن احنا بدل ما نقعد نتكلم ناخد دي نقطة انطلاق نفسي الأول نواجه الإطار الفقرة دي نقطر بالضبط الجلسة النقاشية دي أيوة نقطر ايه؟ أنا شايف إن كل اللي قاله الأستاذ طارق وكل اللي تفضل النقطة اللي قالت لها لو كان في شغل ما كنت اشتغلت الراجل الشاب الصغير اللي كلم أستاذة نور أقول لك يبقى هنا عندنا واجب، هذا الواجب أساسه إعلامي وهو تكفيف منابع العنف وتكفيف هذه المنابع التي تؤدي إلى تصرفات غير مقبولة يتطلب إلى إعادة النظر من رؤية إعلامية ومن رؤية من مجلس النواب ومن رؤية شعبية إزاي إن إحنا نجفف هذه المنابع أنا بعتبر إن إحنا بحاجة إلى تغيير فكر تغيير نظام تعليم القضاء على مواجهة أمية ممارسة الحياة وتطبيق القوانين نحن لازم نكون عارفين حاجتين مهمين جدا اللي على دراية بها أجهزة الأمن أن هناك رأي وهناك رأي آخر وأني لابد أن أحترم هذا الرأي وأحترم الرأي الآخر وأني لابد أن أعي في وسط احترامي للرأي والرأي الآخر الالتزام بالدستور والقانون والالتزام بالقناعة التامة بحرمة الدم تمام. يعني أنا أسيبك تقول قول بما لا يخالف القواعد القانونية والنظم الدستورية واحد الأعراف في هذا الوطن ولكن دمك محافظ عليه ولا يهدر وهذا المبدأ الأساسي اللي أنا بنطلق عايزك منك أنت دلوقتي كواجهة إعلامية أن احنا نبتدي نبص لقدام نقفز فوق هذا الموضوع بالزبط. من خلال رؤية مستقبلية محددة الأهداف بالزبط. ومحددة الواجبات والمسؤوليات هرجع للرؤية المستقبلية دي بس الأول خليني أسأل حضرتك يا أستاذ عادل يعني
يعني كيف رأيت اعتذار طارق عبد الجابر؟ وكيف رأيت أن الدولة المصرية وافقت على عودته دون أي ملاحقة أمنية؟ شوف حضرتك، خليني أحط بين نقطة خاصة بالأخ طارق عبد الجابر وأنتقل إلى نقطة أخرى. اتفضل. حدود علمي إنه طارق عبد الجابر لم يقدم اعتذارا بقدر ما قدم مشكلة شخصية له تستوجب حضوره أن يكون في وسط أهله وكان في رعاية مشكلة صحية اللي حضرتك بتتكلم عليها، وهي دي اللي حركت في الجماهير المصرية فكرة القبول، وأتصور أنها أيضا في نفس الوقت التي جعلت الرئيس يوافق على عودة طارق عبد الجابر. هذه نقطة بين قوسين. مع احترامي الشديد لما يمر به طارق عبد الجابر، وانه في فتره من الفترات فعلا بيحتاج الانسان ان يعود الى وطنه يعيش في كنف اسرته ورعايتها في الوقت الذي يحتاج فعلا ان يعود. هنا لا يمكن على الاطلاق ان نرفض عودته او عوده غيره مهما صنع ومهما فعل. في نقطه اساسيه محوريه هي كانت السبب في عوده طارق عبد الجابر مع احترامي الشخصي له، ده نقطه رقم واحد. تمام. النقطه الثانيه، انا لازم افرق يا استاذه زي ما حضرتك تفضلت وقلتي بين المعارضه. المعارض طالما يستخدم قلمه وفكره في الكتابة مهما كان في كتاباته عنيفا وحادا ومعارضا ومعارضا على طول الخط، طالما قلم وفكر وعقل هو معارض. لكن مجرد ما يستخدم السيف أو القنبلة أو التحريض أصبح إرهابي في المقام الأول. أصلا ممكن التحريض بالكلمة يبقى أقوى وأمضى من استخدام السيف. مظبوط. ولذلك حضرتك الفاعل الرئيسي في ارتكاب الجريمة يتساوى معه المحرض في الجرم. بالضبط بالضبط. حتى لو أنا قلت الواحد لا ترتكب جريمة على هذا المستوى وراح ارتكب ما هو أكبر منها، هو محرض في الكبيرة. بمعنى إن أنا لو قلت الواحد أنا عايزك تطلع مظاهرة وتضرب ضباط الشرطة هو ماشيين في الشارع بالطوب، كويس، هذا تحريض على المستوى ده. تمام. لكن لنفرض جدلا ان الطب موتت ضابط، يبقى هو حرض على القتل مش حرض على الضرب. هنا نقول عودة الاطراف، السؤال بقى لحضرتك بتقول ايه؟ ان الناس تعود مرة تانية الى حضن الوطن. اقول لحضرتك دراسة كل حالة على حدة تستوجب كل من اخطأ وحرض على القتل والحرق واهان الدولة اهانة مزعجة لابد ان يحاسب حسابا وفق القانون. لانه حضرتك لو انا تساهلت في النقطه ديت يبقى طلعوا 50% من اللي موجود في السجون النهارده. تمام. انا يعني حضرتك يعني دخلتني في المحور التالي واللي اتكلم عليه ايضا سياده اللواء، انه عاوزين نخرج من الجلسه دي برؤيه مستقبليه. طيب احنا عندنا هو طارق عبد الجابر كنموذج اعتذر وعاد وخلاص ما فيش ملاحقة قانونية. هل عودتك يا طارق تعتقد انها ممكن تفتح الباب لاعلاميين اخرين يعملون الان في قنوات تابعة للاخوان في الخارج، وربما تكون لديهم الرغبة في العودة مرة اخرى لمصر لسبب من الاسباب بقى، انهم ينطوا من مركب غارقة، انهم اختلفوا معهم في الفلوس، ان قناعاتهم اتغيرت لاي سبب ما، هم عاوزين دلوقتي يسيبوا قنواتهم وييجوا. اولا هل في حاله من الحالات انت شخصيا تعرفها او في ناس عارفهم انهم حابين يرجعوا مصر تاني؟ بس في تعقيبا على كلام الاستاذ عادل، وتعقيبا لان ما ينسفش الامور ايه تمشي كده اهو. استاذ عادل انا بس عاوز اقول لحضرتك اني انا مش لم استخدم المرض كايه يعني كشماعه عشان بس ايه يتقال بيه. انا طلبت وقلت انا اصبت واتمنى ان انا انزل بلدي واتعالج. انا لو بصيت يعني مش هتعالج على حساب الدوله او في او جايزه انزل بلدي. انا لو بصيت كده اهو في الخارج، ما انا هقول لك بقى العلاج هيكون احسن واني وعندي تامين اجتماعي وعندي 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 وعندي. دي نقطه من اول سطر. بس هنا السؤال، هل من حق ان انا ارجع الوطن؟ نعم من حق ان انا ارجع الوطن. هل انا عندي احكام؟ الحمد لله معليش احكام. هل انا اخطأت وقدمت اعتذار؟ فانا مش عارف اذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام قال من دخل بيت ابي سفيان فهو امن. الرسول عليه الصلاة والسلام الذي كان في مكة في الطائف ونزلت عليه اهل الطائف فيه ونزل سيدنا جبريل عليه قال له نزل ملك الجبال يطب عليه وتسامح. ايضا الرسول عليه الصلاة والسلام لم يحاسب عمر بن الخطاب ولا خالد بن الوليد ولا
في الذين دخلوا الاسلام بعد ذلك. معلش يعني في عفوا انت حضرتك انت حاولت ان انت تفتح الرصاص اي عليا فان ايه لا معلش اكمل بس كلامي انا لم اقاطعك فايه وتسامح لم يحدثهم على ما جب يعني ايه في انا ما حدثهم قال لهم اهلا وسهلا بكم بالاسلام. فاما ان يقال ان طارق عبد الجابر استغل الظروف لا, لا 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 انا تقدمت بطلب عن طريق محاميه الاستاذ طارق العوضي وتقدمت بطلب الى رئيس الدوله وخبطت الباب وقلت انا بعتذر وان 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 فتقبلت ايه الدوله هذا ايه التسامح. اما ان يقال غير ذلك فانا اعتبره ده يعني ايه غير ايه ممنوع. وغير النقطه تانية بقى انا احب احيط لحضرتك حاجه بقى ولاول مره ساكشفها بقى. قبل عودتي اتصل بي احد الاشخاص من لندن وقال لي الاتي يا استاذ نور الهدى وسياده اللواء قال لي الاتي باللفظ يا سيا يا طارق ما ترجعش مصر هات رقم حساب بنكك عاوز تشتغل في اي تلفزيون حتى لو عاوز تروح الجزيره هتشتغل في الجزيره عاوز تروح فيها كذا هتشتغل واخد بالك وما ترجعش وحط المبلغ اللي انت عاوزه هتاخد مرتب ايه بالدولار باليورو بالاسترليني في هذا الكلام انا رفضت لسبب بسيط جدا. طب ليه كانوا عاوزين طارق عبد الجابر؟ يعني لان لسبب بقى ما تجربة طارق عبد الجابر تشجع ناس وما ناس لحد الان عاوزين يرجعوا خلاص والتجربة دي لو نجحت لان هم قالوا مجرد لما طارق عبد الجابر هيجي الامن هيقبض عليه مجرد لما طارق عبد الجابر هيوصل هيتعمل له قضايا مجرد ومجرد بقى الدولة كذبت هذا وقالتهم كذب كذبته عمليا قالتهم كذب لان في تعليمات لا معلش حتى ده معلش تعليمات وانا اقدر هذه التعليمات واحترم هذه التعليمات وكل ده ام يقال استغلال حضرتك وضعت ان طارق عبد الجابر استغل معلش ما قصدت يعني هذا ما في خلي بال حضرتك يعني انا شتمت على فضائيات واتهنت وتقيل عليا كلام ولم يسمح لاهلي ان هم يردوا على هذا الكلام يعني رفقا بالقوارير. طب اتفضل يا استاذ عادل رد على هي سالتك سؤال وانا هرجع على السؤال بس استاذ عادل يرد وهرجع على السؤال. المثال الخاص بالنبي عليه الصلاه والسلام عليه الصلاه والسلام النبي عليه الصلاه والسلام في وقت من الاوقات كان صاحب تشريع لحظي ما كانش في قانون بيحكم المساله لكن النبي عليه الصلاه والسلام هو المشرع وهو القائد وهو الرئيس ما ناخدش بيه اسمح لي بس اسمح لي لكن انت عندك قانون النهارده حاكم هذه المساله وهو انه المحرض يتساوى مع مرتكب الجرم. انا مش بك انا قلت ده نقطة رقم واحد. النقطة الثانية يا سيدي الفاضل انا على الاطلاق لا اقصد التقليل من شأن ما انت فيه لكن انا بقول السبب الرئيسي الذي دفعني انا شخصيا كمواطن مصري تنازلت عن حقي تجاهك هو ان انا شعرت ان انت في لحظة من اللحظات في احتياج فعلا ان تكون وسط اهلك وناسك وانا انسان احتياج نفسي ان يكون وسط اهله وبلده ايوه لكن يا سيدتي الفاضله من مات من الشرطه ومن مات في الجيش كان بتحريض من ناس كتير جدا جدا في قناه الشرق وقناه مكملين ومن الاخوان المسلمين لم اكن منهم. طب طارق خليني اسالك سؤال بعد اذنك يا استاذ منهم معلش في حاجه ثانيه انت ارتكبتوها انتوا مش واخدين بالكم انت اسأتوا للدوله في الخارج بره طيب. كل ما حصرت الدولة المصرية حصرت بسبب في النقطة دي انا هسأل طارق السؤال ده انت اعتذرت على عملك في احدى القنوات التابعة للاخوان ولا اعتذرت انك اسأت للقوات المسلحة ولا اعتذرت انك عارضت ثورة 30 يونيو انا اعتذرت للدولة المصرية كاملة عن ايه؟ عن ان انا خرجت من بلدي ومشيت كنت لازم اقعد زي الاستاذه نور الهدى هنا وتعارض زي ما هي بتعارض وليها بتختلف على بعض السياسات كنت لازم ان انا كنت ايه احصل كده واعتذرت ايضا ان انا اشتغلت في قناة الشر وانا فيه ماذا يعني وماذا بعد يعني السؤال يعني نضع فيه يعني هنا الشيطان يكمن في التفاصيل اذا كنا سنفتش في النفوس وهنقعد نقول طب نعمل ايه مش من احسن ان انا كنت جيت وقدمت اعتذار حتى تكون الخطوة للاخرين طيب ده بقى السؤال اللي كنت يعني بسأله اما ان يقال لا وقوانين طيب. ولا نأخذ حتى بما طيب. يقاله الرسول عليه الصلاة والسلام خلاص يبقى احنا طيب. نقفل بقى الكتاب طارق. ونقول لا خلاص طارق انت قلت نقطة مهمة كنت بطرحها عليك وانت الاول فضلت انك ترد على كلام استاذ عادل هل انت عندك معلومات عن اخرين اعلاميين اخرين حتى لو مش عاوز تذكر اسامي او تذكر اسامي انا عندي نعم براحتك حريتك الشخصيه هناك عاوزين يرجعوا هناك اعلاميين يريدوا العوده ولكن كانت بتقف امامهم حائل اسمه ترقب الوصول
ويمكن انا كتبت اول مقاله ونشرت لي في المواقع الاخباريه زي البديل وغير البديل والمصريون ويناير وغيرها وغيرها وفي جريده الاهرام وجريده الشروق. على فكره انا نسيت اشكر الاستاذ عماد الدين حسين يعني هو من احد الاشخاص اللي سندوني رئيس تحرير الشروق يعني وانا اسف يعني يا استاذ عماد لانك انت وقفت معايا كتبت مقاله رائعه عن حق العوده. فانا بحب ان انا اقول ان هناك اعلاميين عاوزين يرجعوا النهارده قبل بكره. هل هتقدر تقول لنا اسامي ولا لا؟ لا, لا 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 يعني مش عاوز احرجهم لانه بداوا ياخدوا خطوات عايزين يرجعوا ليه يا طارق؟ خلاص حضرتك الغربه صعبه حتى لو بتاخد الملايين لا يعني بعدك عن مصر يعني انا بقول انا انا عن نفسي كتجربتي بعدي عن مصر ده شيء صعب كده. انا اشتغلت في مناطق ساخنه كتير وقعدت يمكن في فلسطين في الاراضي الفلسطينيه المحتله في وقت كيان صعب جدا في كيان الصهيوني وعملت تقارير متميزه من هناك وكنت منهم ثلاث سنين ما نزلتش خالص في اول ثلاث سنين ولكن اتجننت وقلت لا حتى كلمت وزير الاعلام في ذلك الوقت الحين صفوت الشريف وطلبت منه ان انا انزل لازم انزل وطلبت من اجازه من نازل عندي لاني عاوز بلدي عاوز حنين بلدي عاوز اشوف بلدي. قعدت خدت اجازه لمده 10 ايام ورجعت تاني استكملت خدت الاكسجين من مصر والباور اللي يخليني ان انا اكمل الموضوع. فانا بقى في اعلاميين عاوزين ينزلوا ومن بقى هيطلع يقول لنا دلوقتي لا ده كلام فاضي وان مش عاوزين نرجع لا عاوزين يرجعوا يعني عاوزين يرجعوا لمصر وهم يعني في بعض منهم هناك الندم حقيقة وهناك من تحدث. انا عاوز اقول لحضرتك حاجة احدهما من هاجمني وقال انا احنا بنعور ومش بنعور ومش عارف ايه وبتاع والكلام بالفاضي ده وعلى الشاشة وعلى الفيسبوك بتاعه كان اتصل بي قبل ان انزل باسبوعين وقال لي والله هكون وراك لو حسيت بالضمان والامل ليك. وبعد كده شتمك طب بس ليه؟ يعني في ضغوطات طلب منه ان يهاجم طارق عبد الجابر وشتيم طارق عبد الجابر وامثال طارق عبد الجابر لان دي رساله بتقول ايه اللي هيفكر ان هو يرجع هيتقال على امه وابوي ويتدخل في خصوصياته وان 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 وده مش عارف ده مجرم وده شاذ ولا الاخر. بقول لحضرتك انا اتمنى في وقت حضرتك يجي لنا حد من شرطه الانترنت يقول لنا ازاي ان في بصراحه انا بطالب فيه يعني من خلال برنامجك الكبير ده الواسع اللي بيتفرج عليه الملايين ان تقول لنا طب ازاي يعني النهارده بيتم شتمتنا وبيتم سرقه يا استاذه نور الهدى بيتم سرقه الفيسبوك بتاعك ويتحط حاجات على صوره طب اعمل ايه ويحط لك شرط مش عارف ايه والكلام الفاضي والحاجات دي ما انت النهارده عشان تسيء اليا طب اعمل ايه؟ احميني اتفضلي احميني. انا رايي انك ما تفتحش الموضوع ده خالص بالتاكيد يعني موضوع الانترنت والفيسبوك وجمهوريه الفيسبوك والكلام ده ارجوك ما تفتحوش وما تفتحش علينا فتحه ما يتردد الان في مجلس الشعب وفي حتة تانية بضرورة المراقبة والقفل والمنع واحنا نبقى لا هو اكيد طارق ما يقصدش كده. انا ما اقصدش ده انا بقول لك انا لا يعني اعمل بلاغ انا بقدم بلاغ على الهواء انا بقدم بلاغ على الهواء لان حقيقي هقول لحضرتك حاجة. انا اول امبارح جالي تهديد على تليفوني معلش تهديد شخصي بايه؟ في انا احنا هنأذيك ماشي مين التهديد جاي منين؟ من احد الاشخاص برايفت. عايز اقول لك حاجه يا طارق هو في مين ما بيتشتمش النهارده في مصر؟ هو انت متصور هو في مين ما بيتشتمش؟ وهتحط لك الورود في الشوارع انا ما قلتش الشتيمه انت متصور يا سيدي الفاضل اعملوه ان حضرتك ما تقولش اللي بتعملوه معلش حضرتك لا معلش انا بسيبك تتكلم لا معلش حضرتك بتقول اللي بتعملوه نسمع يا استاذ طارق ونرجع تاني انت حضرتك حضرتك بتدافع عن الشتيمه؟ لا اطلاقا. حضرتك بتدافع عن ايه؟ هم عملوا ايه في الاذاعه بره؟ معلش برضه يا جماعه حضرتك بتدافع عن ايه يا فندم؟ السماح ده بتدافع عن ايه؟ طيب يا سياده اللي هو اذا كان ملفه ما فيهوش لا تخريب ولا ارهاب ولا عليه حكم نعمل ايه؟ والله اللي عضو في تنظيم دولي ارهابي واللي مرتبط بالاخوان واللي عمل تخريب او ايده اتلوثت بدم يعني ما تجيبليش النهارده واحد اعلامي يقول لي انا اعلامي زي ايمن نور وتقول لي عايز يرجع لا شكرا. طب ما ده اللي انا قلته. لا
يبقى هنا حالة بحالة. لكن كان استاذ عادل عجبني التحريض ممكن يحرض على قتل ويقتل. حضرتك لو طوبة قتلت وحد تحرض انه يرمي طوبة يبقى هو قتل. انجي هو قال كلمة مهمة قوي. قال لك حالة بحالة. انا ادرس كل الحالة. حالة بحالة. يعني حمزة زوبع وايمن نور ووائل قنديل. لا شكرا. المسألة تختلف تماما. لكن طارق ده يعني. يا فندم انا لست ماشي في خلاف ولا في خصومة معاه. لكن عليه ان يتحمل قليلا ويعرف انه ما يحدث له الان شيء طبيعي جدا. ما انا قلت له اقل من الطبيعي. مين ما بيتشتمش؟ ما هو انت مش معقول. انا بتكلم على نقطه معينه. اسمح لي يا سيدي. اتفضل. انت مش متصور على الاطلاق ان انت هتيجي هتلاقي الاحضان مفتوحه وكل من يقابلك في شارع ياخدك بالحب. يا سيدي انا ما طلبتش كده. تتحمل الى حد ما. يا استاذ طارق انت متصور ان حضرتك بتتكلم عن مظلوميه شديدة جدا انت بتجدها من الناس في الشارع المصري. لا يا فندم انا ما قلتش الشارع المصري. لا 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 هو مجروح بشكل. لا 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 بص مجروح. لا لا هو يعني هو طارق عبد الجابر ما جرحش الناس على المنصة في 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 مع الاخوان المسلمين. ما هو جرح الكلام على الحاجة الشخصية يا استاذ عادل. انا لو كلمت على حاجة الكلام ده بيأذي بشكل شخصي. تقبلوا لا انا بلوش. انا حضرتك قليل من الصبر. لا 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 يا استاذ عادل حضرتك كاتب صحفي. هل تستطيع ان انت تتكلم على اعراض الناس؟ انا رافض تماما. طيب هو ده اللي سالته. يعني اقول لحضرتك حاجه واحد وكان قاعد مكان حضرتك امبارح قال عليا وحشتها الخيام واللي بيحصل فيها في ميدان التحرير. لا اطلاقا. بذمتك ده تقول له ايه؟ ده بذمتك ده تقول له ايه؟ وكان قاعد هنا مكانك امبارح. ده كلام يا فندم ده تقول له ايه؟ يا فندم غير مقبول التجريح. مقبول مين؟ مقبول مين؟ هو غير مقبول. طيب. انا لكن انا ما اتحدث عنه على السيد طارق عبد الجابر ان يتحمل قليلا ما يدور. ما انا متحمل هذا هو الشخصيه يا استاذ عادل. حضرتك لا تفرق ما بين الشخصي والعام. طيب. انا بتكلم على الشخصي يا استاذ عادل. خلونا نروح بس ناديه من الجيزه مكلمانا. استاذه ناديه اهلا بيكي اتفضلي. استاذه ناديه حضرتك معايا. مساء الخير مدام ناديه معاكي من الجيزه يا حبيبتي. اهلا بيكي اتفضلي. ايوه يا روحي اتفضلي. من فضلك يعني هو مثلا كل واحد يعمل حاجه غلط في الجيش وفي الشعب وفي الشرطه وفي كل حاجه ونيجي نقول له اهلا وسهلا يعني افتح ايدينا للناس يا مدام ناديه. لو هو قدم اعتذار وقال ان هو اخطا وانه بيعتذر يا حبيبه قلبي يا روحي ممكن تسمعيني شويه بس اتكلم؟ اتفضلي يعني يا مدام ناديه. بنشوف حاجات كتير غريبه في البلد او معنى ما شفناها. مش معقول احنا كل حاجة يا هدى هنسمعها ونقول امين ورا الضمين. ما ينفعش يا بنتي. شوف طيب. اللي بيحصل في سينا يا بنتي. شوف الحاجات اللي بتحصل في بلدنا طيب. وشرطتنا وبجسنا. طيب. لازم نقف ونقول ده غلط ده غلط. شكرا ده غلط. لحضرتك وصلت فكرة حضرتك. استاذ مجدي من القاهرة اكيد اتفضل. استاذ مجدي. ايوه يا فندم. اهلا بحضرتك بس علي صوتك شوية عشان اسمعك وتفضل. حاضر بعد اهو السلام عليكم. عليكم السلام. دلوقتي انا بتكلم انا عارف كويس ان استاذ طارق عبد الجابر وعارف ان هو كان بره بيشتم في مصر وبيشتم في جيش مصر في رئيس مصر وجه دلوقتي قال انا مريض وعاوز ارجع اموت في مصر او ارجع عشان خاطر اكمل في مصر. انا عاوز اقول استاذ طارق ان هو كان بيسافر بره عشان ورا الفلوس ولغايه النهارده لو حد عرض عليه فلوس هيسيب البلد ويرجع يطلع بره عشان يكسب في مصر تاني. فانا عارفه كويس جدا وعارف اسلوبه وعارف ان تعرف استاذ طارق منين؟ وده غير امين يا استاذ مجدي. حضرتك بتقول انا عارف طارق كويس. تعرفه منين؟ اعرفه من زمان من مكان بيروح فلسطين ومكان بيروح الحته دي. حضرتك متابعه يعني كاعلامي بيعمل يعني متابعه وعارف ودوت كل همه ان هو عايز فلوس من اي حته وخلاص. طيب. مش تعرف في اي حاجه. طيب شكرا. يرجع يقول مصر ده وصلت فكره حضرتك. لا شكرا. معانا مين؟ محمد من القاهره اهلا بيك اتفضل. السلام عليكم. عليكم السلام اتفضل. والله حضرتك دلوقتي استاذ طارق ده يعني 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 مش انا عايز اقول مصر بس مش عايز اقوله هو بجح. لا يعني خلينا نلتزم قواعد اللياقه في الحديث مع ضيوفنا الكرام بعد يعني اذن حضرتك. انت دلوقتي جيت ورحت بره وجبت فلوس وجيت وقعدت تشتم وتحرج وتعمل وتقول. جاي دلوقتي بتعتذر فالناس تصبر شويه لما الناس تترحبك وتاخدك بالراحه. مش انت دلوقتي لما مؤاخذه جاي انت اللي زعلان. طيب وصلت فكره حضرتك بشكرك. استاذ عاطف النجمي اتفضل.
مساء الخير. اهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك. يعني انا في ايجاز شديد بصراحه، انا عاتب على الاعلام المصري انه يستضيف الاخ طارق عبد الجابر ويحطه في صوره الضحيه. يعني انا اعتقد انه الاستضافه يجب ان يوضع على سماحه مصر. احنا ما استضفناش على انه ضحيه. هو أنا مين قال ان هو ضحيه؟ احنا ما استضفناش ان هو ضحيه. استاذ عادل، اذا اذنتي لي، انا اول من حصل على موافقه من وزاره الداخليه لصالح طارق عبد الجابر. كان طارق عبد الجابر يتصل بي وهو يبكي ويقول نفسي اموت في مصر، انا اعمل معروف يا عاطف، عايز ارجع مصر واموت في مصر. وانا استطعت الحصول على موافقه من وزاره الداخليه، واذنت وزاره الداخليه ان اصدر بيان واوزعه على العالم كله ان طارق عبد الجابر غير مطلوب وانه عليه العوده الى مصر، واكدت طب يعني خليك كنت المحامي بتاعه يعني مشكلة. كان المحامي بتاع حضرتك لكن دون انا تحركت معه ليس كمحامي وانما باعتباري رئيس لمنظمه الدفاع العربي. ومع ذلك انت طاري انه تقدم بالشكر لألف بني ادم وبني ادم، ومن سعى للداخليه وتحمل مسؤوليه حضوره لم يفكر في لحظه ان يعترف ان الداخليه هي قبل الرئيس السيسي. طيب. قالت له تفضل مصر مفتوحة ولا تخف من شيء. بتلوم عليه يعني أستاذ عاطف؟ لو سمحتي بس. حضرتك بس لو سمحت لي حضرتك. علشان يوصل رسالة. يا أستاذ عاطف حضرتك مش مكلمنا عشان تكلم لوحدك، لازم تسمعنا بعد إذن حضرتك. حضرتك بتلوم عليه يعني؟ حضرتك متكلم بتلوم عليه؟ لا مش مسألة بلوم عليه، بلوم إيه؟ على الإعلام إنه يعمل منه نجم. أصل حضرتك اللي اتعاملت معاه كضحية، إحنا ما تعاملناش معاك إعلام كضحية، حضرتك اللي اتعاملت معاه كضحية. لا انا تعاملت معاه على حالة انسانية، قال لي نفسي اموت في مصر. نفسي اموت في مصر، وانا نقلت هذا لوزارة الداخلية. الاكثر من ذلك، قال ساقدم كل ما تريد الداخلية من معلومات، ونقلت هذا ايضا للداخلية. اي وبعدين؟ والخطابات مسجلة والبيان الذي ايوه وبعدين حصل ايه؟ ارسل اليه وهو بنفسه قام بنشره. طيب يعني اعتراض حضرتك على ايه دلوقتي؟ اعتراض يعني يوضع امام الناس وكانه ضحيه. لا طارق عبد الجابر كان لا يمكن ان يعود الا لحاله انسانيه كما قال الاستاذ عادل، وهو لو لم يكن حاله انسانيه ما يجب ان يسامح على الاطلاق، حتى لا نشجع الاخرين على انهم يذهبوا، واذا فشلوا في الحصول على الاموال يرجعوا الى مصر وهم يقولوا ندمنا على ما فعلنا. طيب. هذا طارق عبد الجابر لو كان حصل على الاموال التي يريدها في الخارج ما كان عاد الان. طيب يا استاذ عاطف، لو طارق عبد الجابر كان شكرك من شويه كنت هتعمل المكالمه الغاضبه دي؟ استاذ عاطف النجم، استاذ عاطف النجم اتصل بيا اكثر من مره في التليفون، معلش عشان اوضح بس ايه، اوضح للاستاذ عاطف النجمي. استاذ عاطف النجمي يا استاذ عاطف، انا نعم اتصلت بيك وقلت لك انا فيه، لكن حضرتك كنت يعني مش الدور الرئيسي اللي انت لعبته اطلاقا. في ناس لعبت يعني في دور خطير جدا انت حضرتك ما لعبتوش، وانا اشكرك على دورك اللي انت لعبته، لكن حضرتك كنت بتعاتبني ان انت قبل كده اتصلت بيا من قيمه يومين ثلاثه وعلى الفايبر اطلعه للناس وبتقول لي ايه على فايبر معلش ايه وموجود عندي، واخد بال حضرتك؟ فما تقعدش ان انت حضرتك تقول لي ان انت قعدت عملت لي وسويت لي. انا شكرت ايضا وزاره الداخليه، واخد بال، بيعاتبني ان انا ما شكرتوش او ما شكرتوش او تنسيت ان انا فيه. ده كنت انا الاستاذ عماد الدين حسين يعني من الناس اللي بذلت دور كبير جدا. شكره. ها في دخلنا على الشكر يا استاذ عاطف، شكرا ليك يا استاذ عاطف للدور بيه. اما بقى حكايه ان انت فيها، انا لا، سياده الرئيس ده وافق على دخولي، الاجهزه الامنيه وافقت على دخولي وكل ده، واخد بال حضرتك؟ فانت والبيان لما انت بعت لي ان انت الجمعيه بتاع ده، الجمعيه اللي بتاعت حضرتك سالت سؤال زي ما ممكن سياده اللواء يسال، زي ما ممكن الاستاذ عادل اللي حضرتك بتتششت بيه وبتقول ان انا وبتعتبرني ان انا مجرم والفلوس. لا يا استاذ عاطف، انت عارف ان انا ساكن فين ومش محتاج فلوس، وكنت لما كنت بقدم برامج كنت بستضيف حضرتك، واخد بال حضرتك؟ ولما كان عندي اذاعه على النت كنت بستضيف حضرتك. لا يا استاذ عاطف، وانت عارف كويس جدا وانا مش محتاج فلوس، ولو كانت على الفلوس يا استاذ عاطف كنت كنت رحت بقول لحضرتك وكنت قعدت. لا انا ما خدتش من قناه الشرق الفلوس اللي انت حضرتك بتتوقع اطلاقا، فلا، هي مساله هي عمليه شكر، اذا كان شكر فشكرا للاستاذ عاطف ايه النجم. شكرا لحضرتك. معانا مين يا جماعه؟ وحيد من الجيزه، اهلا استاذ وحيد اتفضل. السلام عليكم، ازيك يا استاذة انزي؟ اهلا يا وحيد. يا استاذة انزي سعادتك، يعني الراجل ده
وافق عليه الجهاز الامني وامن الدوله والمخابرات والسيد فخامة السيد عبد الفتاح السيسي. يعني ما يعني سيبنا من الفتن، سيبنا من الشعارات. كل من يحترم الدوله ويحترم السيد فخامة السيد عبد الفتاح السيسي ويحترم الجيش مرحب بيه في بلده، دي بلده. انما سيبنا من الكلام والفتن والحوار والمداخلات من الناس. يعني عايزين نبقى بلد مصر متحضره. الواحد بيحزن من الاشكال من الناس اللي بتخش وبيشوف الكلام. مش معقول مصر دي بتاع زمان 98 و97 و77 و73 و56. احنا خلاص الفتن هتجيبنا ورا. ولا اعوذ بالله يا رب عافينا يا رب. تمام. وشكرا يا استاذ عين. شكرا يا استاذ وحيد. محمد من الشرقيه اهلا بيك، اتفضل. السلام عليكم. عليكم السلام، اتفضل يا استاذ محمد. الاستاذ طارق عبد الجابر يعني اللهم لا شماته، يعني هو احنا بنعذره علشان الراجل ده جاي مريض البلد ولف ودار ولف ودار ولف ودار ولقى البلد اللي شتمها. انا سمعته مره واحده في قناه الاخوان شتم شتيمه، يعني هو راجل مثقف وراجل بيتكلم كويس وراجل كان في الاعلام، وكان المفروض مش يقول يرجع تاني ويقول معلش ده انا الناس بتوع الاخوان ده انا ما كنتش بتاع. بشكر حضرتك. وصلت فكره حضرتك. دلال من بني سويف اهلا بيك يا استاذ دلال، اتفضلي. اهلا بيكي. انا بقول للاستاذه نور الهدى، هي ما شافتش الفيديوهات بتاع الاستاذ طارق عبد الجابر؟ شفتهم والله. اللي بيحرض فيها الـ الشباب والطلبه وبيقول لهم انزلوا يوم 25 ما يهمكمش الانابل اللي بتحصل ولا البتاع. وبعدين بيقول على الرئيس فخامة الرئيس السيسي المسيخ الدجال. لا ما قلتش. لا 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 ما قلتش دي، ما قلتش دي. اتحداك اتحداك اتحداك. لا 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 اتحداك. شفت اتحداك. هو القاتل، هو اللي بيحرض على القاتل. يعني لما واحد يقول انا بعتذر وانا غلطت وانا عايز اعيش في بلدي ويجي يقول كده، اقول له بعد ايه؟ اقول له ما تدخلش البلد ديت وانت ما تدخلش. بعد ايه؟ اذا كان الرئيس قابل ده يقول على الرئيس المسيخ الدجال. لا ما قالش كده، ما قالش كده. وانا شفت الفيديو. لا خلاص استاذ دلال، هو بيقول ما قالش كده، يبقى خلاص هو ما قالش كده. ما قلتش كده. طيب شكرا يا استاذه دلال. رجب من الاقصر، يا جماعه اخر بقى تليفون علشان نقدر نكمل الحوار. انا بعتذر للمشاهدين بس عاوزين نكمل الحوار. رجب اتفضل. السلام عليكم. عليكم السلام. تحياتي ليك وتحياتي لقناة السن وتحياتي للعاملين بالسن وتحياتي بصراحة على اليمين وعلى الشمال. أهلا بيك، اتفضل. والنبي يا شيخ اديني دقيقة وبعد كده هنا ما حدش يتكلم. بس اتفضل قولي للأستاذ طارق عبد الجابر، ساعة ما كنت بتشتم جيشنا وضربت عيالنا وموتت الدنيا دي كلها أخذت كام بالعمالة ومين اللي قال لك اعمل كده؟ رقم واحد. رقم اثنين، شوف خط أحمر جيش، خط أحمر عزه بناية هو حد يعاقبني وجاي تروح. لما عرفت عدالة السماء هتنزل على مصر عملت نفسك عيان انت وغيرك 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 وغيرك. عاوزين ايه من مصر بالظبط؟ اوعى تمثل علينا يا استاذ طارق، انت واللي زيك واي واحد شتم في مصر وشتم في الجيش وضرب اولادنا مش حننساه مش حننساه مش حننساه يا طارق عبد الجابر. أنا بشكرك، وضحت الفكرة، شكرا لحضرتك. طيب يعني عاوزة رد الأول منك. من حقك طبعا، ناس كتير اتكلمت وهجمتك وقالت إنه هم مش متقبلين الموضوع، ويعني المشاهد الأخراني بيقول إنه أنت رحت مين اللي قال لك تقول إيه وخدت كام. لا لا هو بس أنا أرجع لحتة متقبلين، ربنا بيقبل التوبة. ربنا سبحانه وتعالى الإله، هل إحنا كبشر ما نقبلش؟ انا ده هو ده سؤالي اجابها فيه. احنا لما في ناس واحد ممكن يزني ويعمل ويقتل ولا الاخر والكلام ده ربنا بيقبل التوبه لاخر لحظه. يعني ما هو ربنا فيه، يعني احنا بشر، انا مش نبي، انا اخطات وقلت اخطات واعتذرت. طب اعمل ايه؟ ارسموا لي بس كده خريطه الطريق عشان نعملها. ما هو اذا كان كل واحد هنعمل فيه، ومن المداخلات اللي قاعد يتكلم فيه، يعني اوكي ماشي انا مقدر شعورهم ومقدر زي ما قال استاذ عادل ما تفتكرش الناس هتقابلك بالورد ولا ماشي، بس طب هنعمل ايه؟ خلاص يعني مش من الاحسن ان انا جيت بدل ما انا قاعد بره زي ما انت بتقول انا بهاجم ولا الاخر، ولا كنت اخليني قاعد بره وهاجم والكلام ده اللي انت فيه؟ انا اتقدمت بالاعتذار واتقدمت لكل ام شهيده وكل فيه، بس انا لا قلت الكلام اللي الاستاذ من بني سويف قالته، واخد بال حضرتك، ولا قلت اللي حرضت على قتل جنود ولا شرطه ولا 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 ولا
واللي يقول يقول بقى. اصل بص حضرتك يعني احنا اصبحنا لا نقبل التوبه اللي ربنا احنا ده احنا لما بنصلي بنقعد نقول يا رب يا رب. يعني انا مثلا مع احترام لاحد الاشخاص اللي قال عشان انا ما شكرتش ولا 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 خلاص انا مش عارف ايه الموضوع. الموضوع ما يتفتحش بهذه الطريقه وبهذه ايه الموضوع. بس انت نسيته ليه برضه؟ ايه؟ غلطنا نسينا. بس انا عايز اقول على حاجه. ده انت عايز لا 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 انا عايز اقول على حضرتك حاجه. انا وما زلت اقرر. بس خلاص شكرت النهارده خلاص انا ما شكرتش الشعب وكده نقفل الملف. انا ما شكرتش اللي يحاول يعود للبلد دي مره انا ما شكرتش الشعب. لازم يعتذر للشعب اولا. انا ما اعتذرتش للشعب. لما يقبل الشعب الاعتذار لا انا لا يبقى نعمل استفتاء يبقى لا استاذ وحضرتك اوصياء على الشعب. هو احنا جايين نناقش قضيه شعب مصر بيعاني النهارده من وراء الارهاب والتحريض اكتر من ثلاث او اربع يعني حضرتك طالب هذا حق الامهات وحق السيدات اللي مات ازواجها وحق الاطفال اللي مات اباهم. طيب. هذا حق للجميع في ان يقبل توبة التائب. نحن لسنا الهة يا سيدي. هذا وطن دمر اربع سنين من وراء التحريض في قنوات فضائية اجنبية. قتل من قتل وسفك دم من سفك دمه وتهتم من تهتم وفي الاخر النهارده جاي تقول الناس تعتذر. استاذ يعني الاعتذار مقبول. الاعتذار للشعب المصري. استاذ عادل الاعتذار للشعب. حضرتك بتتكلم حضرتك يعني بس عشان نفك الاشتباك. بس احنا بنتكلم مش عن طارق عبد الجابر. الاشتباك اعتذار اعتذر. انا ما بتكلمش عن طارق عبد الجابر. معايا بس كمل. طب خليك تكمل عن طارق عبد الجابر. اعتذار اعتذر. بنقول ان ممكن يبقى مقدمة ولآخرين لا يعني ما عملوش جرائم ولا ارتبطوا بتنظيم ارهابي وعايزين يرجعوا. حكاية ان هم اللي دمروا البلد في اربع سنين. لا عفوا اللي دمر البلد دي في اربع سنين لان كل ما حصل في الاربع خمس سنين هو منتجات نظام حسني مبارك وحبيب العدل المخلوع. هو ده منتجاته. حسني مبارك راح. الدولة التي استقرت هنفضل لأن حكمنا 30 40 سنة لأن حكمنا 30 40 سنة ولحد النهارده. أستاذة نور يعني أنت شايفة إن إحنا نتصالح يا أستاذة نور بعد إذنك يا أستاذة نور. ونظام مبارك هو اللي أستاذة نور اسمعيني يا أستاذة نور بعد إذن حضرتك. يعني التحريض اللي في الخارج ده ملوش رئيس. أستاذة نور الرئيس عبد الفتاح السيسي. أستاذة نور حضرتك مش جاية تكلمي لوحدك يا أستاذة نور بعد إذن حضرتك. أنا بوجه الحوار بعد إذن حضرتك. سؤالي لحضرتك هل حضرتك شايفة انه نحن نتصالح مع اي من حرض او قام باعمال عدائية ضد المصريين؟ يعني لو في اعلاميين اخرين ارادوا ان يعودوا مرة اخرى الى الداخل المصري وان يتوبوا هل هتقبلي عودتهم؟ استاذ عادل حط ايدينا على نقطة غاية في الدلالة وهي حالة بحالة. عندنا حالة بحالة. يعني في يا أستاذة إنجي في ناس تورطوا في تنظيم دولي وليهم دور وقاموا بأدوار وقاموا بدفع فلوس وقاموا بتحريض خلايا في الداخل أستاذ عادل. صح. وده كله تحت كان تحت بصر الأجهزة المخابرات المصرية. لكن اللي تورط بكلام او بدعوه للنزول في المظاهرات ما احنا هنا ما في ناس هنا كانت بتدعو للنزول في المظاهرات لحد اول امبارح. ايه المشكله يعني ايه المشكله؟ لازم يتم استيعاب هؤلاء. لازم يتم زي ما قلتي في الاول ان ده ممكن يبقى مقدمه لاخرين. تمام. البلد دي بلد مفتوحه لمعارضيها ومفتوحه للمخالفين لها وحتى اللواء. اللي قالوا على 30/6 يا انجي انها انقلاب. طيب. وبيرجعوا في كلامهم. عاوز اروح لسياده اللواء محمد زكي. سياده اللواء حضرتك كنت بتكلمنا من شويه عن رؤيه مستقبليه نخرج بها من هذا النقاش. هل مقبول بالنسبة لحضرتك أن نفتح بابا لأي إعلامي عمل في قناة تابعة يعني للإخوان هذه الجماعة الإرهابية؟ هل نفتح الباب لهم للتوبة وللعودة مرة أخرى لمصر؟ هل هذا شيء مقبول أمنيا؟ شوفي اسمحي لي تفضل. قبل ما أجاوب أنا منتظر طبعا دوري في الحديث. أنا أعلم تماما مدى وطنية الأستاذ عادل ومدى صدقه مع نفسه، وأعلم تماما الأستاذة نور الهدى بتفكر تفكير ليبرالي ومستقبلي في أغلبه، ولكن وأعلم أيضا أن هناك ظروف حدثت ولها مسببات، ولكن يجب أن بقى أن نحن نقفز فوق هذه الظروف وفق السياسة الحكيمة. ليه؟ تعالي نشوفي إحنا بنتعرض لإيه.
انا ما عنديش حكايه نظريه المؤامره، لا انا عندي سياسه المصالح اللي هي بتحرك الناس كلها. احنا دلوقتي دخلنا في دوامه الجزر، هنطلع منها هنخش في دوامه حلايب وشلاتين، هنطلع منها هنلاقي نفسنا داخلين في دوامه جغبوب والسلوم، هنطلع منها هنلاقيها داخلين في دوامه اختفاء قصري مش عارف ايه، كلام غريب جدا. وكله في الاخر بيرجع الى انه لازم ننتظر ونترقب. في ثلاث سلطات في الدوله، في اي حاجه هتحصل في الدوله لابد ان تكون وفقا لقواعد الدستوريه اللي في الاخر مجلس النواب هو اللي بيقول كلمته. دي نقطه. النقطه الثانيه، اي انسان الاصل فيه هو البراءه، ولا جريمه ولا عقوبه الا بنص. ايوه هناك من يخطئ، العاطفه احيانا، انا لا احترم هذا التصرف ولا احبه، ولكن من حقي أن أشيد بمستقبل أسعى إليه يتضمن هذا المستقبل تعديل السياسة التعليمية والقفز فوق الأمية الثقافية والأمية الأبجدية والأمية الدينية، والانطلاق وفق قواعد أساسها زي ما قلت لحضرتك احترام الرأي والرأي الآخر. قد لا أؤيد الرأي الآخر، ولكن لا أستعدي صاحبه إلى أن يغلب الرأي الصائب. دي نقطة مهمة جدا. أما عملية إن أنا كل ما يجي حد أفتح أبواب، أيوة أوكي ماشي، هو مش قد مصر، مصر أكبر من طارق، ومصر هي الأم لينا، ومصر هي التي تحتوينا جميعا، زي ما قال بابا شنودة مصر وطن يعيش فينا وليس وطن يعيش فيه. هو عمل تصرف بموجب أو أي منطلق هذا التصرف، طالما وصلنا فيه لحد نهائي، وطالما احنا راينا اجهزه الامن لا تشكر لان هي بتؤدي واجبها زي الاعلام مرايه بتنقل واقع، وهو ايضا نسي يشكر كل النوبه، ها يلا ما شكرش النوبه ليه يا سيد طارق؟ انت رجل نوبي فاضل كويس. دي نقطه مهمه. انا طارق انا مش عايزاك تبقى قاعد زعلان. لا مش زعلان، بالعكس انا بستمع، انا بستمع وبكتب نقاط ليا كده اهو عشان عاوز اقول يعني انا مش عاوز اقطع سياده اللواء. لا استنوا عليا بقى، انتوا كلكم عمالين. لا انا مش هقطع حضرتك، بس هقول كلمه لطارق وارجع لحضرتك. انا مش عايزاك تبقى زعلان، انا عايزاك تبقى يعني انت اعلامي وبالتاكيد ده مخك كبير وقادر على المواجهه، وانت يعني كنت بتعمل تقارير من القدس وفي ظروف انا رحت البوسنه والهرسك، رحت العراق، رحت افغانستان، رحت في كل يعني، يعني الناس تناست يعني بعض ما في. انا ضربت بالقلم من جندي اسرائيلي، تعرضت للقاء بالقتل بالرصاص. انا يعني انا في عيوب بالظبط، قصدي انك انت قادر على المواجهه. اعلامي عملت في ظل ظروف صعبه وانت قادر على المواجهه يا طارق، يعني اعتقد انك انت لازم تتقبل شويه غيره الناس على بلدهم، لازم تتقبل ان هم زعلان. انا زعلان، انا مش زعلان، يعني انا مش زعلان، كل واحد متضايقين من الاعمال اللي قمت بيها. انت عايز مصر تعتذر؟ لا انا ما طلبتش. لا يا استاذ عادل ما تقولنيش قول ايه حضرتك. لا حضرتك يا سيد الفاضل، يا سيد الفاضل استاذ عادل، بعدين يعني من حق الناس تبقى زعلانه، من حق انك انت تتقبل هذا الزعل. انت حضرتك ما تقولنيش، انا ما طلبتش من حد ان يدير فيه، انا اتكلمت عن نفسي، انا اللي بعتذر. انا بص يا استاذ عادل، انا برضه مليان عيوب وبلاوي، وده انا عايزه، مش بحاول اتقمص دور ملاك او دور كذا زي ما حضرتك عايز توصفني. لا انا ما في، انا مقدر ظروف الناس، حضرتك مقدر ظروفنا. لا حضرتك شخصنت الموضوع، انا اسف، حضرتك شخصنت الموضوع زي يعني. انا هقول لحضرتك حاجه، لا خلينا بقى نقول بقى حاجه استاذه نور بقى، بما ان احد الاشخاص هاجمني وقال فيه، وانا اتمنى ان الاستاذ بشير يدخل لنا الاستاذ طارق العوضي، ماذا فعل الاستاذ طارق العوضي في هذا الرجل؟ بذل مجهود كبير جدا معايا في اشياء كثيره جدا لا اريد ان ابيح بيها، وغيره الاستاذ عبد الله السناوي، وغيره الاستاذ ضياء رشوان، وغيره. لا ما احنا نقول، ومؤسسه الرئاسه تشكر، وانا بقولها، انا اللي بقول يشكر الرئيس عبد الفتاح السيسي. يعني البلد يا طارق، وانا غلطت وغلطت وبغلط، غلطت في الشعب، انا اتاسفت واعتذرت، لكن ان يزايد عليا ويتم محاسبه والتدخل في النفوس، وان احنا بنفتش في النفوس وقال كده، لا انت بتمنعي الناس ترجع. ال- 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 البلد فتحت لك دراعها، ممثله في رئيسها فتحت لك دراعها واستقبلتك بدون اي مشاكل. اتمنى منك انك انت تتقبل بعض النقد اللي هيوجه لك بعض الناس اللي ممكن تبقى متضايقه من طارق.
اصبحت شخصنه. خلاص انت هتعمل ايه؟ خلي اللي شخصنه يعني شخصنة. يعني يبقى صدرك متسع للنقد من الناس. احنا عاوزين نكمل لسياده اللواء. اتفضل سياده اللواء اتفضل. شوفي هو طبعا يعني انا تعجبني الغضبه واي غضبه لازم يبقى ليها هدف. كلام سليم. الناس غيرانه على البلد. لا طبعا. وتعجبني الغضبه بمختلف اللهجات المحليه يعني من اول الصعيد لغايه بحري. لا لا وهذا يدل على ان هناك شعب مصري غيور على وطنه. ولكني ارجو ان نقفز فوق هذا كله وفق سياسه. يعني هذا يبقى منبر بدل ما نقعد نلقي باحجار ولا نلقي ولا نجلد ذاتنا بالظبط. لكن نقدر نعرف. عايزين رؤيه مستقبليه لكل. بقول لك سينتظرنا الكثير. كلام سليم. وانا اخشى كويس ان يستثمر الاخرين ذلك. نحن دوله عميقه الجذور وهذا العمق هو الذي جعل من شعب مصر يستطيع ان يجمد حركه سياسه الشرق الاوسط الجديد في مصر رغم انها ماشيه حوالينا. ليه؟ ده الشعب طلع 30 غير العالم كله ومشي روح كويس. لانه هو شعب له خصوصيه تامه. شعب ليه اسلوب عمليات لا يمكن تقيسي عليه. لا يمكن تقدري تعرفي نقطه المنحنى الحدي المصري فيه. ولذلك انا اطلب منك دلوقتي ان احنا نشرح في وجود لجنه حكماء ناس بتحب هذا الوطن. هذه اللجنة تتكلم وتشوف ازاي هنتجاوز كل السلبيات التي تحدث. زي الشرطة. الشرطة كل ثقافتها وكل اعدادها من دروس مستفادة من اخطاء. تمام. طيب معنا المحامي الشهير الاستاذ طارق العوضي. استاذ طارق بيك معنا في مساء القاهرة. وكان الاعلامي طارق عبد الجابر بيطلب شهادتك. فجأة انزلي. تحياتي لحضرتك طبعا في البداية ولضيوف حضرتك الكرام كلهم. الو اتفضل حضرتك على الهواء. شهادتي بخصوص ايه بالظبط؟ استاذ طارق اتفضل. لا يعني هناك يعني البعض بينسب لنفسه ان دور ما في. انا بقول ان الاستاذ طارق العوضي لعب مع اشخاص اخرين دور كبير جدا في عوده طارق عبد الجابر. وقلت انا لان هذا الدور دور حقيقي لان الاستاذ طارق هو المحامي القانوني بتاعي. تمام. بس يعني استاذ طارق ايه الدور اللي لعبته في عوده طارق عبد الجابر؟ يعني انا هنقعد عشان نتكلم في موضوع الدور دوت. ليه طارق عبد الجابر رجع خلاص واذا كان في حد له هو اللي طالب. يعني انا عارفه وحضرتك كلمتنا فيه بس هو طارق عبد الجابر الان طلب مداخلتك. طيب طارق رجع مصر بقرار من الرئيس شخصيا وفقط. يعني هذه الرغبه. انت سفر يكلمني من اليونان بعد انا كنت اعلنت ان انا يعني بدعو الدوله انها تسمح له بالعوده. فاتصل بي من اليونان وعمل توكيل وكنا بفضل اتخاذ اجراءات قانونيه في الموضوع. لكن قلنا نشوف الاجراء السياسي افضل. نقلت هذه الرغبه ورساله من الاستاذ طارق عبد الجابر لمؤسسه الرئاسه عبر اشخاص يعني تربطني بيهم علاقه قويه محترمه من الاستاذ عبد الله السناوي مثلا على سبيل المثال وهم اشخاص مقربين ايضا مؤسسه الرئاسه. الرساله او الطلب قوبل بموافقه سريعه جدا من الرئيس شخصيا. ونقل الي بعد ذلك ان هناك ما يشبه القرار بعوده طارق عبد الجابر دون سمه ملاحقات امنيه خاصه انه غير مدان في اي قضيه وغير مطلوب للتحقيق معه في اي اتهامات فيما يتعلق بالعنف او التحريض على العنف. بعد كده حصل اني فوجئت بان في حمله اعلاميه كان المفروض ان طارق هيرجع يوم 4 ابريل. فوجئت ان في حمله اعلاميه قام بها احد الاعلاميين ضد عودته. فاستشعرت القلق في التوقيت دوت فطلبت منه تاجيل العوده لان ممكن يبقى فيه فعلا مشكله ببعض الكلام اللي بيتقال في الاعلام دوت. فالى ان جاءني تطمين نهائي وبشكل واضح جدا وقيل لي يعني قول واحد اتفضل يرجع وينور
بلده وروح المطار استقبله واعملوا مؤتمركم الصحفي واعملوا كل اللي انتوا عايزين تعملوه وطارق عبد الجابر لن يتعرض لاي مضايقات او لاي ملاحقات وكل من لم يدعو الى العنف ولم تتلوث يده بدماء هو مدعو الى العوده الى مصر وان مصر لن يعني تتعامل بمنطق الانتقام من مواطنين مصريين وانا يعني كان ليا وجهه نظر سياسيه في الموضوع بعيدا عن حاله طارق وهو اني فعلا كل الشباب المصري وكل المصريين الموجودين خارج مصر ولديهم فقط موقف سياسي معارض ولم يرتكبوا جرائم عنف او تحريض على العنف لا ضد النظام ولا ضد الدوله ولا ضد الافراد ولا ضد المؤسسات ولا ضد المنشات دول انا ارى ان الدوله من مصلحتها ان تعيد هؤلاء الاشخاص وحتى ان كانوا معارضين ويؤدي حد فيهم معارض. تواصل مع حضرتك يا استاذ طارق يعني في بعد عوده طارق عبد الجابر هل تواصلوا معاك بعد عوده هو قبل عوده طارق كان في ناس مين لا مع يعني ما ينفعش طبعا صعب خالص اصل امشي لكن عندي لكن عندي اذا ما طلبت الدوله انا عندي اسماء الاسم مش اخوان يعني ما هماش في انا قلت ان الاخوان تحديدا هم احرار مع او لا هم عندهم قنوات اتصال وحاجات كده بيقدروا هم يعملوا دوت بعيد عني وهم تنظيم لكن انا بتكلم على الافراد اللي ليهم موقف سياسي معارض للنظام الحالي او معارض 30/6 ولم يرتكبوا جرائم عنف انا مستعد ان انا اتبنى هذه يعني المضرة. نتوقع في الفتره القادمه عوده بعض الاعلاميين الذين كانوا يعملون في قنوات اخوانيه يعودوا مره اخرى الى مصر يعني اتمنى ان الدوله تسمح بدوت وفعل انا في عندي اسماء بالفعل وفي ناس تواصلت معايا يعني حضرتك بتشتغل على الموضوع ده دلوقتي بس طبعا انت عارفه جه موضوع الجزر ده وقف الدنيا كلها مصر كلها دلوقتي بتتكلم في تلال وصنافير ف يعني ان شاء الله تنتهي هذه المرحله ونفتح الملف دوت ده من تاني كم واحد تواصلوا مع حضرتك نعم كم واحد تواصلوا مع حضرتك لا عدد يعني عدد بس مش عدد كبير يعني. بس انا مش هاخد اسامي خلاص اتفقنا بس كم واحد تقريبا يعني ال- 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 المؤكد واللي فيهم مثلا ان هم مقررين دوت حوالي 6 تقريبا كم حوالي 6 اللي مقررين 6 اعلاميين مصريين يريدون العوده مره اخرى بعد عملهم في قنوات تابعه للاخوان ده طيب اشكر المحامي الشهير طارق العوضي واضح يا طارق ان انت فتحت باب مهم شوفي حضرتك يعني زي ما الاستاذ طارق قال في ناس عاوزه ترجع وحقيقه في ناس كتير عاوزه ترجع وهقول لحضرتك حاجه في ناس ما عليهاش قضايا في ناس عايزه ترجع عشان الفلوس قلت هناك لا بص هقول لحضرتك لو على الفلوس بس في نقطه بقى يا جماعه يعني الفلوس بالعكس انا كنت بشتغل هنا في احدى القنوات وهنا وقطاع خاص واخد بال حضرتك وباخد اكتر من ما كنت باخده هناك وبعدين في نقطه تانية عاوز اقول لحضرتك حاجه انا مشيت من مصر ما هو لازم اوضح الحته دي بقى عشان في بعض من الناس بتردد ان هو عشان الفلوس مشيت من مصر يا استاذه نور الهدى يوم 13 نوفمبر قعدت سنه ما بشتغلش سنه ما بشتغلش وقاعد في بيتي في اليونان وقاعد هناك عشان الاستاذ اللي كان بيقول وانا مقدر ظروفه اللي بيقول لك ده كان خارج عشان الفلوس وبتاع انا لما اشتغلت مع التلفزيون المصري وانت حضرتك من ابنة التلفزيون وعارفه المرتبات ايه كنت بشتغل فيه وكنت في الاراضي الفلسطينيه كنت بشتغل بالتامين الشخصي بتاعي ويشهد على ذلك استاذ محمد جوهر وموجود في ايه في كندا كنت بشتغل بالتامين الخاص بتاعي يعني والفلوس اللي كنت باخدها على الرساله كانت يعني 100 دولار ومعرضة للي فيه للقتل والآخر والكلام ده فالفلوس ما كانتش هناك ايه في كانت فيه انا كنت عاوز اشتغل خرجت عشان ابحث عن لقمة العيش خلاص وهتقولي لي طب ما كنت تدور هنا كانت الابواب مقفولة ولسه مقفولة مقفولة خلاص خرجت ولسه عشان الابواب مقفولة زي بتقول مدام نور الهدى والله ممكن لا انا يعني الم تأتيك عروض اعلامية شوفي حضرتك حاجة يعني عروض اعلامية في كلام وفي وعود واخد بالك لكن انا يعني هي مجرد وعود لم ترتقي الى مرحله القضيه دلوقتي القضيه طيب الناس اللي انت عندك في فنيين في الناس اللي ورا الكاميرا بيطلعوا من هنا وبيشتغلوا وفي ناس اقول لك على حاجه قسما بالله
وبحلف بالله ما هماش اخوان كتير طبعا ما هماش ليس لهم علاقه بالاخوان ولكن يبحثون عن لقمه يبحثون عن لقمه العيش وعاوزين يرجعوا قلت لك خايفين من كلمه حاجه ست اللواء ترقب الوصول خايفين من دي لكن عاوزين يرجعوا وما شتموش ووراء الكاميرا يا استاذ عادل طب ما يرجعوا ايه الازمه في حاجز نفسي خايف الخوف لكن انا بطمنهم وبقول لهم ارجعوا انا بتكلم وبقول لكم ارجعوا بلدكم امنه انا كطالع عبد الجابر بتكلم عن نفسي لما جيت هنا البلد لقيت في ازمه اقتصاديه زي كل العالم في ازمه اقتصاديه في معارضه من محبين ومؤيدين ثوره 30 يونيو موجود منها الاستاذ نور الهدى والسيد اللواء والاستاذ عادل والاستاذ انجي وكله بيعرضوا بحسب القانون في تطوير انا رحت على في بعض المدن ورحت شفت طريق اسكندريه ازاي اتعمل وازاي في حاجات موجوده جميله جدا عكس ما كانت بتتقال اللي بيتقال وبتنشر وانا كنت بشوفه على الفيسبوك انا بتكلم صراحه فانا لكن مصر امان والدوله مش هتصل وانت جيت يا طارق هنا يعني وشفت الناس اللي مفيش همها مظاهرات للاخوان في مصر دلوقتي الناس اللي بتقول هل الدوله هتصل لهم الدوله مش هتسقط الدولة قاعدة بمؤسساتها البرلمانية طارق. بمعارضينها بكله هنا داخل مصر طارق انت جيت مصر وشفت ان مفيش مظاهرات ولا وجود للاخوان في الشارع المصري على الاطلاق ولكن قنوات الاخوان حتى هذه اللحظة بتصور الامر وتفبرك فيديوهات وكأن هناك مظاهرات في اغنية لها صبري حلوة قوي بتقول ايه قولوا على كيفكم قولوا مش هيهمنا لو سمحت مش هيهمني اروح للاستاذ عادل طيب هو اتفضل يا استاذ عادل انا بستثني طارق عبد الجابر من الكلام وانا قلت في البدايه ان انا بحطها بين قوسين اتفضل الامر الثاني زي ما قلت برضو انا عندي موقفي ان حاله كيس باي كيس حاله كل واحد الست اللي قال عليهم الاستاذ المحامي انا كمواطن مصري انا عايز اعرف حقيقه ايه سبب عودة هؤلاء الناس الى حضن الوطن مرة اخرى الحضن وحشهم ولا الفلوس قلت ولا الموضوع ايه بالظبط اسمح لي انا قلت لك حاجه بس خلي استاذ عادل يكمل ويرجع يرد انا قلت انت بين قوسين بره طيب لازم ما تشخصنش الامور لا لانه وجيعه الشعب عشان هو عارف بعض الناس عشان هو عارف بعض واقول لك على اسم واحد كمان بقى يا سيدي انا قلت لك انا بس طب قول على الاسم لانه السبب انت عايزه طبعا سبق صح طبعا اكيد حضرتك كاتب صحفي وعارف هقول استاذ عادل عشان انا قلت انا بستثني طارق عبد الجابر من الموضوع لأنه هناك سبب إنساني هو الذي دفع السيد الرئيس للموافقة على ما هو فيه الآن وإلا أنا أتصور أنه لو كان قال سببا آخر غير ذلك كان تحت المساءلة القانونية الآن الأمر الثاني وده المهم أنه أنا لازم أعرف اللي عايز يعود إلى أرض الوطن مرة تانية أهلا وسهلا بس أعرف ليه هو راجع ليه مرة تانية وده من حقنا أصل حب من حقنا يا أستاذ عادل أيوة يا فندم حضن الوطن ما وحشوش قوي هو يعني ما كانش وحشه لما كان الدم في الشوارع ما كانش وحشه لما اولادنا بيموتوا في سينا ما كانش وحشه قوي لما الضباط كانت بتموت في الشوارع والقنابل والقنابل كانت بتنفجر في الناس فيها يعني هو حضن الوطن دلوقتي لما بقى كويس والتقم الجرح شويه حضن الوطن وحشه لا انا عايز اعرف انت جاي ليه ما جايز تكون جزء من مؤامره جديده هنعيش فيها مره تانية وانا بيحضرني الان المراجعات الفكريه سياده اللواء لجماعه الاسلاميه في السجون المصريه في تسعينيات القرن الماضي والدولة المصرية لم تنفذ أحكام الإعدام في البعض نتيجة هذا الوفاق الذي تم بين الجماعة الإسلامية من ناحية والمراجعات الفكرية مع جهاز الشرطة لما خرجوا النهاردة هم اللي بيحرضوا على الدولة منهم عاصم عبد الماجد أنا عايز أعرف من اللي سايبه هي الدولة المصرية اللي سايبه ما هو هرب لا واللي لسه موجودين جوه واللي لسه موجودين جوه لسه موجودين يد الدولة لازم تكون قوية جداً في الضرب بيد من حديد على من يخرج على النظام لكن في نفس الوقت انا عندي عتاب على الدولة المصرية وعتاب قاسي وده الكلام اللي انا بقوله لطارق عبد الجابر نحن ننقد الدولة المصرية في الوقت الذي يستوجب فيه النقد وننقد السيد الرئيس في الوقت الذي يستوجب فيه النقد ونشيد به في الوقت الذي يجب ان نشيد به في موقف ما ان الدولة المصرية تغلق الابواب الحريات على المواطنين ده رقم واحد انها لا تفتح مجال الحوار مع الشباب ده رقم اثنين انه تستعدي حتى من يختلف معها في الراي وهذا امر من الخطوره بمكان بحيث انه فعلا بيحول الناس اصحاب الراي الحر والفكر المستنير والمعارض الحر بقلمه
او بكتاباته انه ينضم الى خندق اخر يكون نعم. اكثر ضرره ضد الدوله. ولذلك عايزه تحل المشكله كلها من جذورها بما فيها استخدام من الخارج وغيره ان تفتح ابواب الحريه الحقيقيه لممارسه صحيحه لحريه المواطن في مصر حتى لا يلجا لا لاستخدام السلاح ولا للعنف ولا على التحرير. وهذه مهمه الدوله. عشان اقول لحضرتك ان احنا في الوقت اللي بنشيد بالدوله ايضا بننتقد الدوله وننتقد الرئيس، وفي الوقت نفسه نرفض ان يحضر الى مصر مره اخرى دون عقاب او حساب من اقترأ على الدوله او من حرض على القتل او من شارك بالقتل بطريقه او باخرى. الاخيره يا سيدتي انه لابد انه من يحضر الى مصر مره ثانيه يكشف لي ورقه كويس عشان اعرف هو جاي ليه تاني. تمام. يعني هاخد مكالمه وحيده واخيره علشان يعني في الدقائق الاخيره اقدر اخد كلمات اخيره من ضيوف الكرام. محمد من الاهليه بس عشان مستنينا بقاله كتير. اتفضل يا استاذ محمد. السلام عليكم. السلام. اتفضل. اللي قدام حضرتك عمال يغلط في رئيس مصر وعمال يقول ده ما بيشتغلش وما بيعملش حاجه وطلع في تركيا يغلط في مصر وجاي في الاخر عاوز الناس تسامحه ازاي؟ يمكن رئيس مصر ويقول على رئيس مصر المسيح الدجال ده ينفع؟ ده راجل محترم، ده عاش ومصر وتربى. طيب استاذ محمد انا بشكرك وصلت فكرتك. استاذ طارق يعني قلت لي انه يعني كمان الاستاذ المحامي طارق العوضي تحدث عن 6 من الاعلاميين الذين يريدون العوده مره اخرى لمصر بعد عملهم في قنوات الاخوان، وقلت انك انت عندك اسمه ممكن تقوله. لا مش هقوله برضو. برضو ما انت قلت له ايه اللي خلاك رجعت. احتفاظا لان الراجل خلاص قرب يعني شغال على عودته وهو اللي يعلن. طب هو مذيع؟ هو مذيع يعني ان شاء الله فيه وهيرجع ان شاء الله. ويعني هو الحقيقه ما كانش دوره يعني ما هوش دور قوي يعني، بس خلاص حس بالقرف والتعب ومش هو. وعلى فكره بحب بس اوضح للاستاذ عادل، بياخد مرتب كويس، بياخد مرتب كويس جدا. طب ليه عاوز يرجع؟ خلاص زهق وحس ان هو غلط، حس ان هو غلط، غلط في بلده، وده في حد ذاته حس ان هو غلط في بلده وندمان ندم شديد ده جدا. ده في حد ذاته انجاز كبير جدا يعني في حاجه حصلت. يعني الناس ما بتتغير في في يعني في 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 النفس مقصوره خلاص وعاوز يرجع بلده. تواصل مع المسؤولين والمسؤولين هو هو هو, هو 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 يعني انا يعني لما شافني انا خطيت هذه الخطوه بدا ان هو عاوز يخطو هذه الخطوه. انا والله هو قرب يرجع يعني خلاص الخطوات المكمله قبل ما اسافر قال لي ربنا يوفقك يا طارق وانا في الطريق انا كمان ان انا عاوز ارجع. طب هو دلوقتي قرب يرجع خطواته والله والله انا مرحب بيها. انا لا اعلم شيء. هو برضه ليه محاميه ولا ليه اموره ومحاميه هو اللي يتكلم، بس انا عاوز اقول كلمه يا استاذ. كلمه بسرعه. خلاص لا انا معلش ايوه في كلام اخير من كل حد بس سريعا جدا بقى يا طارق علشان انا برضو انا عاوز انا كنت وانا بكتب كلمه وعاوز اوجهها برضو عشان برضو الاستاذ عادل قال جمله يعني انا من حقه ده عليه. انا بقول انا برضو مليان عيوب وبلاوي ومش بحاول اتقمص لدور ملك او نبي ومحدش سامع، بس في فارق كبير بيني وبين اللي بيشتموني وبيهاجموني وبيتهموني. عيوبي مش يعني عيوب ما تقدرش اللي احنا اللي نعيش مع بعض بسلام. وعاوز اقول حاجه كمان ان انا ما يعني انا لما مشيت من بلدي اخطات لما مشيت من بلدي، وانا بقول برضو انا ساعيش واموت على منبر اعلامي مدافع عن تراب الوطن لا اعشقه وضحيت لاجله ومستعد اقدم المزيد من اجله من اجل ان يعود كما كان. واعتذر عن كل لحظه قدمت فيها رساله اعلاميه مسيئه لا اؤمن بها. اعتذر عن كل من اساء اليهم واساءوا الى مصر، واعتذر الى مصر في غربتي عنها واغترابي عن نفسي، وبعتذر عن الاساءه الى تاريخ المهني. ومن لم يخطا لن يتعلم من تجاربه. ورساله اخيره اوجهها لكل اعلامي، اوعى يعني تبعد عن مبادئك وعن المغريات اللي هي بتجيلك او الضغوط. مصر مش ملك حزب او جماعه، مصر وطن للجميع، مصر متاحه لينا. وانا مره ثانيه عشان ما حدش يجادلني اؤمن بثوري 25 يناير واؤمن بثوري 30 يونيو واؤمن بان رئيسي هو السيد عبد الفتاح السيسي، وارجو واؤمن بكل ما يقال وفيه، وارجو ان الشعب المصري الكريم، وانا بعتذر
واذا انت يا استاذ عادل حسيت باخطائي ان انا اخطات فانا بعتذر لك، لانك بتضم الشعب المصري او سياده اللواء او النساء فيه، وانا مش هعمل زي الناس اللي تستخدمني ان انا اعيط وابكي والكلام ده، لا انا اخطات وبحترم مهنيتي ومش المرض، حب المصر وتراب مصر هو اللي خلاني ارجع وليس المرض. انا بعتبر ان هذه الرساله تصلح ان تكون مقدمه لكل الشاردين وبعثرين في العالم اللي هيحسوا بهذا الخطا في حق بلدهم وفي حق مهنتهم وفي حق اهلهم، ان هم يرجعوا للحق فضيله، وعلى مصر ان تتصالح وتتسامح مع معارضيها، مع الشباب الغيور اللي اتكلم عنه سياده اللواء، اللي منهم 25 ما زالوا مرميين في الاقسام لحد دلوقتي. طيب. على مصر أن تعفو عن هؤلاء وعلى الرئيس أن يعفو عن هؤلاء. كلمة أخيرة ست اللواء سريعا. في الأخير أرجو أن يعلم الكافة أن مصر أكبر بكثير جدا من أن تستعدي أحد أبنائها. دي نقطة. كما أرجو وألتمس أن يعي كافة المصريين أنه لا عاصمة لنا اليوم كمصريين إلا في تمسكنا بوحدتنا الوطنية وبسلامنا الاجتماعي وبقيمنا المصرية الأصيلة. مصر حلوة بأهلها، مصر حلوة بسلطتها الثلاثة، مصر حلوة بالمصريين. أكيد مصر حلوة وهتفضل حلوة بينا ولينا. بشكركم شكرا جزيلا. طارق كلمة أخيرة مني ليك، مش عايزك تزعل. أنا مش زعلان، تقبل أنا ما قلتش كلمتي. تقبل كل الآراء، تقبل كل الآراء، تقبل الناس اللي ممكن يبقوا عاتبين عليك، من حقهم، هم غيورين على مصر. سريعا يا أستاذ عادل لأنه خلاص يعني لازم أختم. شوفي أنا معك كلام حضرتك قلتيه، مؤيده تماما، لكن اوعي تنسي لحظات الخوف اللي كانت في عيون الناس لمده 4 سنين. اوعي تنسي من ماتوا ومن استشهدوا من رجالات مصر. مين اللي يقدر؟ بحيث انه مين اللي يقدر ينسي يا استاذ عادل؟ مين اللي يقدر ينسي؟ انا بس عايز اوصل مين حاجه. مين اللي يقدر؟ انا عايز اوصل حاجه. انسى ننسى الجراح. الجراح. اسمع بس استاذ عادل، اسمع لانه خلاص يا سيدتي لازم اسمع واختم. يا سيدتي الجراح تلتئم رويدا رويدا. ده صحيح. لا يمكن ان نقول للناس فورا اقبلوا طارق عبد الجابر او غيره. واوعى تنسى الشباب الطاهر البريء الغاضب اللي مرمي لحد دلوقتي في الاسامه في السجن. أنا اولا انا ضد الحبس الاحتياطي الذي يتجاوز مدته وفقا للقانون. انا ضد انه اما ان يقدم المواطن للمحاكمه او يتم الافراج عنه. صحيح. انا ضد تماما ان يستمر الحبس الاحتياطي لشاب مصري اكثر من سنتين ونص. في 25 واحد مرميين في الاسامي يا ستي. انا قلت وبيتبهدلوا في اسم الاسبكيه واهاليهم بيتبهدلوا. أيوة انا ضد أنا حبس الكاتب او المثقف او المستشار. شكرا جزيلا. بشكر الاعلامي طارق عبد الجابر. شكرا يا طارق، شرفتنا. ايضا الكاتب الاستاذ عادل نعمان، شكرا جزيلا لحضرتك نورتنا. والكاتبه الصحفيه الاستاذه نور الهدى زكي، اهلا بيكي نورتينا. وسياده اللواء محمد زكي مساعد وزير الداخليه الاسبق نورتنا، شكرا جزيلا لحضرتك. انا بشكركم على هذا الحوار. مشاهدينا اعتقد كده يعني الموضوع مطروح قدامكم، احنا فتحناه النهارده والموضوع مطروح قدامكم. هل نقبل توبة وعودة الإعلاميين المصريين الذين عملوا في قنوات تابعة للإخوان؟ آه ولا لأ؟ ده السؤال اللي حضراتكم لازم تجاوبوا عليه. شكرا لحضراتكم، بكرة مساء جديد في مساء القاهرة، كونوا معنا.